صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وصلنا رشا يمكن لفقرتنا الأخيرة، ورح نحكي عن موضوع الفشل وكيف ممكن نحوله اليوم لنجاح. وكلنا بنعرف أنه الفشل هو ممكن يكون بداية لطريق النجاح، وهو يمكن تجربة من خلالها ممكن نحن نعرف نقاط ضعفنا، نعرف قدراتنا، وأيضا نعرف شو هي الأمور يلي لازم نحسنها لبعدين. اليوم كثير من الأشخاص ممكن تتعرض للفشل، وللأسف ممكن تضل واقفة مكانها وتخلي الفشل مسيطر عليها. بالمقابل في أشخاص قدرت تتغلب على هيدا الفشل وقدرت ترجع تبدأ من جديد. قديش اليوم يا رشا بالحياة في أشخاص مشهورين ناجحين علماء من فينا نقول هنن أكيد بلشوا بالفشل ورغم هيك حولوا هيدا الفشل لنجاح كتير كبير. أكيد يمكن أحيانا الفشل بحياتنا هو عم يكون أساس نجاحات كتير بحياتنا، ولكن هي اللحظة الأولى اللي أنت بتكون قادر فيها، يا أما اليوم تتجاوز هذا الفشل وتروح للقصص الإيجابية وتحوله لنجاح، تحوله لسعادة بحياتك، أو تروح للاستسلام وتصير حدا فاشل بمعنى الكلمة، تصير حدا يعني خلينا نقول مكسور من كل الجهات. هذا الفشل هو ذريعة للنجاح، ومثل ما قلنا علماء كتير بلشوا بكلمة صحيح. فاشل، واليوم شفنا أسماءهم خلدها التاريخ. اليوم نحن ما بدنا نكون مثلهم، أو إن شاء الله نكون مثلهم أو نقدر نكون مثلهم. اليوم الظروف للأسف عم تكون صعبة على الجميع، وأي فشل صغير ممكن يأثر نفسيا كتير، لأنه نحن ما عندنا مقومات أصلا للنجاح بكثير من قصص بحياتنا. حنكون بتفاصيل اكثر مع هذا الموضوع، كيف نحن قادرين نتوازن نفسيا، كيف نحن قادرين نتخطى هذا الفشل. وظيفتنا لليوم هي الاخصائيه النفسيه والاجتماعيه غاليه سعيد حسام، الباحثه في القضايا النفسيه والاجتماعيه. غاليه سعيد، يسعد صباحك. يسعد صباحك، يا هلا. تمام، يسعد صباحك يا هلا. يعني غاليه كنا عم نحكي انه كثير من الاشخاص اليوم بالحياه ممكن يتعرضوا للفشل. طب خلينا نوضح قبل للمشاهدين نحن شو نقصد بالفشل، ايمت ممكن نقول عن شخص انه هو فاشل، شو هي الاسباب اللي بتودي فيه ونقول انه هذا شخص فاشل. حلو كتير. أول شيء البداية اللي تحدثتوا عنها هي كتير حلوة، وغالبا دائما النقاشات بتكون دائما عم تحكي بالنجاح والأشياء الحلوة، فصدف لحتى شخص يكون مركز على النقطة اللي ما أنا حلوة برحلة العمل أساسا. كلمة الفشل كلمة نحن كلياتنا بنتضايق منها، بنرتعب منها، بيجينا هيك إحساسات مؤلمة لما بنذكرها، بنخاف أساسا. لكن مثل ما قالت رشا كلمة كتير حلوة، هي النقطة الأساسية لحتى تعمل لك نقلة نوعية. كثير ناس جربت وكانت تجارب غير ناجحة، ومن التجارب الغير ناجحة اكتشفت نقاط الضعف تبعها، اكتشفت كيف ممكن قديش عندها نقاط قوة وقديش طلعت لمراحل كانت فيها فعلا ناجحة. فنحن ما فينا نلوم الفشل دائما أو نقول إنه هو السبب أو هو اللي عم بيرجعنا لورا، لأنه ممكن يكون فعلا هو المصباح اللي بيورجيك الطريق للنجاح. فخلينا يوم شوي هيك يعني نغير تعريفه البشع ونقول قوة هو نقطة بداية بس من زاوية جديدة، يعني من منطلق جديد. يعني انت انا ابدا من الزاويه غير اللي مرسومه لإلي، غير انه من هذا الطريق اذا مشيت فيه رح تنجح. اديسون لما اخترع الكهرباء جرب كثير محاولات، فما قال انه انا فشلت، قال بعد كذا رقم من التجارب غير ناجحه كللت بنجاح واحد. فما قال عنهم المراحل كلياتهم فاشلين، قال تجارب غير ناجحه، قال عنا تجارب غير كامله او ناضجه. فمثل ما قلت خلينا نقول تعريفه هو نقطه بدايه من زاويه مختلفه لرؤيه مختلفه ممكن تعطينا نقاط القوه والضعف. طيب خلينا نروح لوقت اللي بتعرض اي حدا فينا او اي شخص لفشل ما بحياته بغض النظر عن الصعيد. اليوم هذا الفشل ما اجى عن عبث، في اسباب داخليه، في اسباب خارجيه، في اشخاص، في محيط، وفي ظروف خارجيه اليوم بجوز كانت الاكثر سببا بهذا الفشل. خلينا نتعرف باسباب الفشل بحياه اي حدا فينا. تمام، خلينا نبدا اول انا وياكي بالسبب اللي كلياتنا ما بنقدر نتقاومه، هو السبب النفسي. العامل النفسي هو واحد من الاسباب يلي بيلاقي فيه الفشل البيئه الخصبه لحتى ينتشر ويتكاثر بشكل كتير كبير. يعني افكارنا البشعه، كلماتنا السيئه اللي بنحكيها عن حالنا، نظراتنا عن حالنا، الكلمات اللي بنحكيها، بتعرفوا هذا الحديث اللي بنحكيه بيننا وبين حالنا، طبعا انا ما بقدر، ما بيطلع بايدي، هذا الشيء مو لي، مالي حظ، ابصر من عامل لي عمل او من عامل لي شيء قصه، هي الشغلات اللي بنروح نمسك وبنعلق عليها. فهذا اول شيء هو العامل النفسي تبعنا. بننتقل بعدين العامل النفسي، الشغلات اللي مش عم نحكيها عن حالنا تلقائيا بدنا نتضافر ونشوفها على ارض الواقع. العقل بيصدق لانه يا عيني عليك. يعني انا يوم اللي عم اقول انا مالي حظ،
طبيعي انه لما بدي اتاخر على شغلي، لما بدها تنكب القهوه علي، انا بدي اسقط هذا الشيء لانه انا مالي حظ فتاخرت، لانه انا مالي حظ فما انقبلت، مالي حظ فعملت كذا او كذا. او لانه انا بيرجعوا لتاريخهم الاسري، لانه بزمان قالت امي انه انا لما ولدت انا ما شفت الخير معك، وانا حظي بحظ خالاتي. تماما. طيب انت اليوم ما بترهني غالي على قصه الحظ كمان، هل هي يعني بدعه؟ خلينا نقول هل معنا موجوده هي القصه؟ هلا لقول لك شيء، هلا حظ حظ بما معناه الكلمه لا يوجد، ولكن يعني في سعي وفي شويه مساعدات، خلينا نقول نبرر لهم القصه، في شويه مساعده. يعني هلا انت فيك تنكري اذا دخلتي على امتحان وانت دارسه وتعبانه على حالك، انه قدر المستطاع انك على الاقل تتعرفي على الاسئله، ما حنقول تجاوبي، تتعرفي على الاسئله. هلا قبل هالمره أنا شايفتي قبل هالمرة، لكن في مساعدات بتجي من الخارج، بس بيكون في أساس، في أساسات. على هدول الأشخاص اللي عم تحكي عنهم أنا فهمانة عليكي، هدول اللي بيجوا تبع إنه لا دارسين لا عاملين كل شيء بيجي لعندهم، والله هدول لازم تعملي لهم حلقة، لأنه أنا لهلأ عم دور هدول الحظ يمكن. طيب خلينا نرجع لأسباب الفشل كنا عم نحكي فيها. قلنا أول شيء الحالة النفسية بتلعب دور كتير كبير، بعدين الحالة الاجتماعية، ثقتنا بنفسنا وتقديرنا لذاتنا، والمجتمع المحيط. تخيليكي يعني انا يوم بدي اجي اقول لك يا الله شو انت محظوظه، وين ما رحتي بتفتح البواب بوجهك، انا اعطيتك دافع لحتى تفكري بهي الطريقه باللا شعور تبعي. بينما لما بدي اجي انا اقول يا الله ما هي حرام، ما لحظ بتتزوج، ما لحظ بتدرس، ما لحظ شو ما بتعمل، ما لحظ كلام بي معها سكر لها احبطها. قديك كنا قاعدين اني سكرها، قديك انت قاعده بمكان وسمعتي كلمات من ناس هيك رجعتي يا ريتني ما رحت، صحيح. يا ريتني ما سمعت، او يا ريتني ما خبرتهم اساسا، لانه الكلمه شو بتعمل؟ بتضل بصوت وصدى. المثال السريع جدا، لما بتحطي اي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي بيجيكي كثير كومنتات حلوه، بتتركيهم كلهم وبتروحي لعند اللي كاتب التعليق السيء وبتركزي عليه، بتردي عليه وبتحظريه، بتردي عليه وبتحظريه، وبتتركي كل الناس اللي كانت عم تقسني وتكون يعني حابه الجمال وحابه الفكره. طيب شو السبب؟ شو السبب انه احنا بنلجا بس خلص لهذا التعليق او هي الفكره؟ هذا تدريب ذاتي للاسف. ومن وقت ما كنا بمرحله الطفوله انه نحن ما تعلمنا الا نركز على البشع، ما تعلمنا الا انه نشوف النقطه السوداء بالصفحه البيضاء، طب نحن تركنا كل الابيض ليه؟ هذا بيرجع كله تدريب. يعني نحن فينا قادرين هلا انه نحن نشوف انه ايه خلص ماشي انا بتجاوز هذا التعليق وبشوف، بس في شيء من جوا بيقول لك رجعي لعند هي وفوتي على صفحتها واحضريها كمان، شوفي من اصدقاء وشوفي من اصدقاء، اذا صح لك تبعتي لها كلمتين لا تاثري عليها ابدا. طيب غاليه، يعني بعد ما حكينا عن الفشل ووضحنا اسبابه، خلينا نقول شو هي الخطوات يلي ممكن يتبعها الشخص اليوم لحتى يتجاوز هذا الفشل ويحوله مثل ما ذكرنا لنجاح. تمام. اولا يا صديقتي الاعتراف به دائما، انه انا اعترف انه انا المحاولة ولا ما نجحت، هذا ما هو غلط ولا تقليل من قيمتنا، بالعكس هذا يمكن قلت لك وجهه نظر لفتح زاويه اخرى، فانا اعترف انا هالمحاوله كانت غير ناجحه. في ناس صعب تعترف، هذا هو الصعوبه، لانه طول ما انا ما عم بعترف انه انا ما نجحت معناته انا ما عندي اعلان لبدايه جديده، يعني انا عندي مشكله انه انا لا انا ما فشلت، انا ما صار علي شيء. فاولا هو الاعتراف، انا كانت تجربه ما ناجحه، لعل واسع كان في اسباب، برجع. والنقطة الثانية اطلع من دور الضحية، حاجة نقول لأنه إيه، لأنه أنا الكائنات والمخلوقات الفضائية متضافرة علي. منقول آمنا وصدقنا أنه في بعض الظروف اللي بتكون صعبة بتجي عكسا مع أمورنا، ماشي، بس مو كل الحق يكون عليها. لما بنطلع من دور الضحية بنشوف حالنا من زاوية أخرى، نشوف حالنا من رؤية أخرى، أنه أنا يمكن أخطأت، بجوز كان عندي سوء تقدير، بجوز كان عندي الوقت ما ساعدني، بجوز 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 هاي الشروط كلياتها. ونرجع نركز على الشغلات الحلوه، اللي عملها قبل مني ما كان افضل مني معناتها انا قادر، اكيد كان عنده طريقه، رح دور انا على طريقه. صحيح. ودوروا على الناس اللي بتشجع بهذا الموضوع. وين موجودين؟ والله الا ما تلاقي، يعني هلا صح صاروا نوادر، بس الا ما تلاقي لك اثنين ثلاثه مخبيين حالهم. لما بدك تعملي شيء منيح دوري على حدا يقول لك برافو، ان شاء الله يكون انك انت تعملي تسريحه مختلفه لشعرك، مو دائما يقول لك ايه عادي، لانه هدول بيرجعونا لورا بيحذرونا بالفشل دائما. اليوم موضوع الفشل والنجاح يعني هو متعلق مثل ما قلتي بموضوع التدريب النفسي من الطفولة. صح. نحن اليوم طفل بنحمله المسؤولية، بنعطيه حرية، مساحة حرية ليقدر يعمل شيء بحياته بدون تدخل، ببلش هذا الطفل يكبر شوي شوي وبيعطي،
غير انت تجي تجيبي حدا مكبوت ما كان له ممنوع يتنفس تقولي له هلا بدك تنجح يعني. صحيح. فهذا في اساس اللي هي طبعاً. التربيه. طيب خلينا غاليه نضوي على فكره كثير مهمه انه نحن اليوم بال 2024 نحن بالاسبوع الاول، خلينا نقول ال 2023 خلاص شكرا الله معك. يعني احنا اليوم ما نحمل ال 2024 الصعوبات اللي مرقت معنا، الفشل، الخيبات الى اخره، يعني كل حدا مرق بكثير من القصص يعني، ونبلش صح. لنبلش صح شو اول نقطه مفروض نحن نقدر نستند عليها؟ رح اقول لك اياها بمصطلح نفسي، الاجترار العاطفي. يمكن حد يتفاجئي انه يعني بنروح بنجيب كل شيء كان بخيبه بالسنه الماضيه وبنسحبه معنا، طب ليه؟ شو السبب؟ ما حدا بيعرف. لانه نحن تعودنا. لانه نحن تعودنا، يعني نحن للاسف بعض جلساتنا على فنجان القهوه عندنا جلسه، عفوا على العاميه، جلسه الندب هي اسمها، تبع انه تتذكري بزمانه انه انا ما لي حظ، فانه برجع بعمله اسمه الاجترار العاطفي السلبي هذا. يعني اكون قاعده مع رفيقتي مثلا بضل برجع لها إيه مثلا بتقولي تعي نقدم على هذا الشغل، إيه انا السنه الماضيه قدمت وما نجحت، انا رجعت جبت شيء بشع وحطيته. قالت كلمه كثير حلوه رشا انه خلص نحن بدايه جديده سنه جديده طويناها، طب انا ليش عم روح اجيب الماضي؟ طيب هذا الاجترار نحن كيف نتخلص منه؟ هي هي الفكره، انه انا ارجع خلص تركته تركته ما عاد ارجع له. هون بدنا على فكره اول شيء مقاومه نفسيه، وبدنا اشخاص تساعدنا فيها. يعني ما يكون انا شريكي يكون هو عم يغذي لي هذا الموضوع. طب تعي نحكي من السنه الماضيه شو صار معنا. عرفتي احيانا بعض الاصدقاء هن اللي بيكونوا للاسف بيساعدوكي انك تقوي بالموضوع اكثر. يعني مثل ما بتكون انا عم برد لك قصه، بيجي انا بحكي لك احكي لي شو صار معك بالتفصيل، فانا برجع بنشط للموضوع من اول وجديد. فانا غالبا بقول هي نصيحه مكمل كل يقبلها، جربوا لما بتعملوا مشروع جديد تحاولوا تلاقوا صديق جديد. راح يطلع في منين بيجيب لك صديق جديد؟ صديق الجديد ما بيكون بيعرف الماضي، فبالتالي ما بيذكرك شيء. نحن بنقول لهم لما بتطلعوا من علاقه عاطفيه بتقطعوا العلاقه وما حواليها، عشان ما كل شوي يشوفك يقول لك ليش تركك؟ والله ما بتنتركي انت، فبيرجع بذكرك بالقصه. غاليه انت ذكرتي صديق جديد نحكي له، يعني نعمل اي شيء مشان يدعمنا، طيب انت اليوم كاختصاصيه نفسيه كمان ايمت ممكن نلجا للاختصاصي بهذا الموضوع في حال شخص تعرض للفشل بحياته باي موقف وهو بحاجه انه حدا يسمعه، ممكن ما يكون عنده صديق صحيح. مقرب او ما في حدا يسمع له، فمنلجا يمكن للاختصاص النفسي، خلينا نحكي عن الموضوع. تمام، يا سيدتي لطيفه، هلا في شيء عنا عم يطلع بقوه اللي هو العلاج السلوكي المعرفي، اللي هو مختص بالاخصائيين النفسيين، ومو شرط يكون حكر على الاطباء اذا الناس يعني عندها وهم من هذا الموضوع. هدول الاشخاص هن بيساعدونا على تقويم السلوك وطريقه الافكار، يعني هن لا عندهم ادويه لا عندهم شغلات بتخوف، هن بس لما بنطرح لهم الفكره بيعطونا اياها من وجهه نظر مختلفه، لانه هن عم ينظروا للموضوع من خارجه من زاويه اعلى. فاذا بنروح لعند هدول الاشخاص بشكل خلينا نقول كل 6 شهور مره مثلا، مرينا لعندهم قعدنا معهم جلسه حكينا النقاط اللي نحن حاسين انه في عندنا مشكله، هذا الشخص ممكن يخلينا نساعد اعاده صياغه الافكار، يورجينا نقاط من مكان ثاني، يعطينا اياها من زاويه مختلفه، وبالتالي يرتب أولوياتنا وأفكارنا. تمام. غالية خلينا نرجع لنقطة البداية، نقطة البداية من التربية. اليوم طفلك كيف عودتيه يتجاوز الفشل ويروح للنجاح حيكبر على هاي النقطة، ولكن في أشخاص بالحياة بتخاف. قد ايه الخوف اليوم بيأثر على أي عمل بحياتنا؟ قد ايه اليوم نحن وقت بنقول أنا ما فيني جازف بهاي النقطة بخاف، هذا الخوف قد ايه بيمنعنا من قصص كثير حلوة بحياتنا؟ شوفي يا سيدتي، بس يكون الخوف موجود باي شيء عم تعملي، اذا عم تعملي فنجان النسكافيه تبعك وخايفه انه هو ما يطلع طيب ما راح يزبط. اي شيء بيكون موجود فيه الخوف تاكدي انه هو بده يطلع فيه خلل، بده يطلع فيه نقص، بده تطلع مشاعرنا البشعه فيه. لذلك الخوف حاله فطريه لما بيكون في عندي سبب اني انا خاف منه، لكن البعض بيجيكي ما عنده سبب، يعني مقبل على عمل جديد خايف، من شو خايف؟ ما بعرف، فايت على زواج، فايت على علاقه، فايت على مشروع، خايف، طيب من شو خايف؟ طيب هذا الخوف كيف بتشكل عند بعض الاشخاص؟ تماما من المجهول، وقت انا بخاف من شيء هو مجهول بالنسبه لي، يعني هون بنرجع للنشا او لا، نحن بنوصل يعني عليك احيانا بيكون عدم تقدير للذات، عدم قدره او ثقه انه انا قادر اني انا اعمل شيء، انا عندي قدره انه انا اعمل شيء، طب انا عملت الامكانيات، حليت كل شيء لازم يكون، بفترض انا ما خاف، نحن بنخاف لانه نحن بنكون على غير قدره على هذا الشيء، انا لما بدخل على امتحان يعطيني مساله رياضيه انا ما بعرفها، طبيعي اني انا خاف لانه انا ما بعرف، لكن لو انا بكون بعرف يفترض اقل ما يكون انه انا اكون ضابط الموضوع. فالخوف اذا انا بدي يعني انا منين بيطلع الخوف؟ انا ما بعرف شو عم بيصير، لكن اما بكون انا داخل على مشروع، داخل على فكره، على علاقه، على شو ما كان، طب انا لازم على الاقل بس هاي الدائره انا اعرف من وين كيف، وإذا الخوف ما له مبرر، ما في سبب مواجه له، هذا نحن بنعتبره في عنا مشكلة بالشخصية، لأنه ما في شيء خاف منه أنا، مش هو خايف.
لازم انا اعرف شو السبب الموجه لي. طيب خلينا نحكي على الاثار النفسيه يلي ممكن اليوم تسببها هي المشاكل، هذا الفشل اليوم. اذا قلنا شخص تعرض للفشل بحياته، بعلاقاته، بعمله، بدراسته، بتلاقي ممكن يلجا للاكتئاب، للاحباط، للياس، حتى ممكن كثير اشخاص اذا عم نحكي عن المراهقين ممكن يؤدوا للانتحار، يمكن يمارسوا كثير عادات خاطئه بحق ذاتهم. خلينا نوضح اليوم الاثار النفسيه قد ممكن تاثر فعلا على هدول الاشخاص. طبعا اكيد اللي عم تحدث عنه شيء كثير مهم، الاثار النفسيه ما بتطلع هيك ببساطه، يعني الا ما تترك ندبه اذا ما تصلحت وما تعالجت من حدا عن جد يكون كفؤ بهذا الموضوع. مو شرط يكون اختصاصي نفسي مشان ما نكبر القصه على العالم، احنا بنكون شخص ثقه انت بتثق فيه، بتامني بالاشياء اللي ممكن يقدم لك اياها، بيساعدك بطريقه لا مباشره. طيب هالاثار النفسيه اذا تركناها رح تطلع تراكمات، وهي التراكمات في مع بعض ما تستهين فيها وما رح تروح لحالها. النقطه اللي حنقول لهم كل شيء مشاكل نفسيه ما بتصيب لحالها، يعني مو تركوا الزمن بيرممها، لا، لانه اذا كان عندك جرح وهو في اساسا فيه التهاب فيك تتركيه لحاله، ولو رمم رح يرمم على طريقه خاطئه وعلى غش وعند اي دقره او اي نغزه مثل ما بيقولوا رح يقالم وبيشدك. نفس الشيء الحالة النفسية، أنا ما فيني أترك أول شيء إذا عندي قصة نفسية أو شيء مزعجني أو شيء مضايقني، إنه الوقت، الوقت بيرمم على غش، بس إذا أنا ماني مصلح ممكن يطلع بأي مشكلة، بأي موقف ولو كان بسيط جدا، يعني لدرجة إنه ممكن إذا أعطوكي كاسة شاي بلا سكر تبكي، بيقول لك السبب ما له مستاهل، إنه مو عارفانين إن أنت عم تبكي لأنه ما فيها سكر. بس هن خدعونا، قالونا الزمن بنسي وبيرمم. مو كل شيء بيرمم، يمكن الجروح اللي انت بتعرفيها بيرمم الاشياء اللي انت بتعرفي ليش وكيف ومن وين صارت. بس اذا انا عندي مشكله من جوا انا ما بعرف من وين طلعت اساسا، عندي نقص، عندي مشكله، مستحيل تترمم. فما بالك اذا كانت مع مراهقين او مع اطفال اساسا عم يتعرفوا على مشاعرهم وعلى عواطفهم، يطلعوا اساسا بحاله مشوهه عاطفيا، هدول بيطلع عندك كوارث بعدين بس يكبروا. عم نشوف شو عم يطلع منهم، مشاكل، اشخاص غير سويه، علاقات غير ناضجه، وهكذا تواليتنا القصص. بدنا نقول هيك ان شاء الله هيك البدايات دائما بتكون اجمل بحياتنا ان شاء الله. دائما مثل ما قلتي اليوم المقاومه النفسيه جدا مهمه بحياه كل حدا فينا، يعني لنقدر نقطع بشكل صح للضفه الاخرى باقل الخسائر، خلونا على القليله يعني ان شاء الله. شكرا لك ولحضورك اليوم. شكرا لكم، بتمنى لك يوم حلو ان شاء الله ولكم كمان. اكيد بالختام الاختصاصيه النفسيه غاليه سعيد، نورتي صباحنا، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك، نهاركم سعيد.